صراحة بعبارة شعبية، اللي يحوس علينا يلقانا، سلوي كي نو شاش نو تروف، نو نشاش اون بيرسون. صراحة بعبارة شعبية، اللي يحوس علينا يلقانا، سلوي كي نو شاش نو تروف، نو نشاش اون بيرسون. خوتي السلام عليكم. قبل هذه الحلقة قديت واحد الحلقة صورتها مونطيتها، قلت غدا الاثنين ان شاء الله نحطها في شين يوتيوب ديالي. وفي هذه الحلقة هزيت يدي للسما وقلت يا سيدي ربي يا سيدي ربي، ما تحرمناش من الغباء ديال المحللين والسياسيين ديال الجزائر، لاننا احنا كيوتيوبرز مغاربة باش نبقاو نجيبوا لكم الجديد ونبدعوا ونديروا الحلقات، خاصنا هاد الجيران يبقاو اغبياء ويعطوا تصريحات غبيه باش نبقاو حنا نتكلموا وما نتكلموا. حطيت راسي هاد الوساده، زيد التليفون كنقلب ولقيت سي كبير وهم وساحرهم الكبير سي تبون هو اللي جالس غير يخربق يخربق يخربق. سي تبون ما جاش عليك هاد الهضره، انت رئيس دوله، انت يعني مسؤول على دوله وممثل ديال دوله، والكلام ديالك خصو يكون كلام دقيق. ولكن هذه واحد العدد ديال الايام او الاسابيع اللي انت لمجموعه من المحللين والسياسيين في بلادك غير كيخربقوا كيخربقوا كيخربقوا. انا شاك في جوج حويجات، اما شي حاجه ذاتيه عندكم في البلاد او مؤامره من المغرب. شنو هي المؤامره ديال المغرب؟ انه كاين شي فلاح عندنا هنا في المغرب محرشه الدوله المغربيه، كيفلح شي زطله ديال بصح دوريجين ما كدورش خصيصا لكم، كيصيفطها لكم باش تبقاو مدوخين وما عارفينش شنو تقولوا، او انكم نتوما كتفلحوا شي زطله اللي حتى شي واحد ما كيسمعش بها، وملي تحرقوا الغابات ديالكم تحرقت ديك الزطله والجزائر كلها ولات مبوقه وحتى واحد ما كيعرفش شنو يقول. وسي تبون داير لينا اليوم الخصومه ديال العيالات والخصومه ديال المشرملين، ديك اللعيبه ديال اللي قلب عليا انا معاه. والسي تبون راك رئيس دوله صاحبي، والسي تبون هذا الكلام راه كاين، يقولوا شي شمكار في الشارع جات عليه، يقولوا شي مبوق في شي بار ديال الشراب جات عليه، ولكن يقول رئيس ديال دوله صاحبي، رئيس ديال دوله، رئيس ديال البلاد. ما عرفش دابا واش نجبد لكم هذا الخطاب ديالو ونبداو نردوا بجمله بجمله، ولا ما عرفش نبداو نشوفوا نشوفوا الله شوفوا شنو كاين. سي تبون كيهضر، كاين هناك حديث عن ان اسرائيل تبني او تنوي بناء قاعده لصناعه طائرات سياره، طائرات مسيره. حتى المذيع تبوق مسكين، اسرائيل طائرات سياره، مزيان سير مسيره سياره سير بحال الدرون انتحاريه سبسيدار في المغرب. يعني هل هذا الموضوع يقلق الجزائر؟ ما يقلق ما حتى شيء، وهذا شيء جديد قديم. هذا الشيء يكون ما كيقلقكمش، ما غاديش تجبدوه كاع في البرنامج، ما غاديش تتكلموا عليه، غادي تدوز غتنيجليجيوه لانه ما مقلقكمش اصاحبي، ولكن حيت مقلقكم ديما كتذكروه ديما كتجبدوه. سير جبدو جوردوي سادير إذا رأيت التوترات الأخيرة بين الجزائر والمغرب. حنا المهم صراحة بعبارة شعبية، اللي يحوس علينا يلقانا، سلوي كي نو شارش نو تروف، نو نشارش اون بيرسون. حنا نعرفوا قيمة الحروب، أنا نهضرك على ملايين شهداء، حنا شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود. سمعت باقي شي واحد كيتحارب بالبارود سي تبون؟ سير الله، من ما مشى حتى الكوارك ولا الحراكته باش ما يقولوش سيت. حناك علاش ما نبغيش الحرب؟ نحبوا السلم. خليني نقول لك، المستعمره الوحيده اللي دامت فيها المقاومه 70 سنه، 70 سنه كونت ايزون فيتي لو سنتونير de la colonisation. Ça leur faisait quelques années برك اللي حبس الحرب. السيد رئيس التوترات بين الجزائر والمغرب، شهادة ما يسمى بوساطة من بعض الدول وبعض الشخصيات البارزة، ما تعليقكم على هذه الوساطة؟ وما يفكني حد، ما يفكني حد، وما تفكونيش، ما تفكونيش، ما تفكونيش. والله العظيم اللي كيجيني هاد السي تبون او عمي تبون حاشاكم، يا كيجيني
بحال خصوم الشمكاره. اسمع، ما يفكني حد، ما بغيت الوساطه، ما يفكني حد، ما نقبل حتى وساطه، قبلنا حتى وساطه. ووزير الخارجيه لما مشى للاجتماع تاع الرؤساء احنا عملنا ولا تلفظنا بشي اللي يمس الوحده الترابيه المغربيه، رغم ان فيه سواء. واش ما بلاتي واش سمعتها مزيان؟ بلاتي نعاودها، المفروض ما تكونش، ولكن مش حنا السبب. احنا عملنا ولا تلفظنا بشي اللي يمس الوحده الترابيه المغربيه، رغم ان فيه سوابق تاريخ. كاينه سوابق، ما عمرو ما تلفظ بشي حاجه اللي كتمس الوحده الترابيه المغربيه. وي لا صحيح، هادي شي جوان صحيح كميس سي تبون سير. لكن احنا ما عمرنا ولا استغلينا الا كسمه، كانت فيه ظروف الجماعه تعدوا علينا في 63، احنا ما عندناش حتى جيش، مازال المجاهدين نازلين من الجبال ونازلين كذا، في التعداد نتاع الشهداء نتاعنا والمجاريح وكذا. في 63 الجزائريين مقاتلين بيناتهم اولا على السلطه، ياك هذه باش ديروها في بلاصكم. في 63 الجزائريين والناس اللي حرروا الجزائر كانوا مقاتلين على السلطه في 63. في مارس 63 الحسن الثاني زار الجزائر ودا لهم مجموعه من المدرعات ومن الدبابات والاسلحه، داها لهم معروفة هذه تاريخيا. وفي شهر 10 يعني في نفس السنة الجزائريين هاجموا المغرب بنفس الأسلحة اللي المغرب أعطاها لهم. وشكون اللي بدا بالصداع؟ جنود مغاربة كانوا في حاصي بيضاء جالسين، يعني ما كاين لا حرب لا والو، هجموا عليهم جزائريين، المغرب ما قبلش الوضع ونط الحرب ديال حرب الرمال. هذا هو السبب والمسبب الوحيد ديال حرب الرمال. هاد الخبار مازال غادي ندعو عليها شي حلقة ونجبدوها ونتكلموا عليها بالتفصيل باش ما يبقاوش يغلطونا ويغلطنا التبون. يجي هاجم عليا بالقوات الخاصة والدبابات والهليكوبتر باش يدير طرف من طرابي. سير حيد. الجزائر اتخذت قرار في موضوع عدم تجديد العقد الذي سينتهي نهاية شهر أكتوبر. احنا عندنا الأم المذيع ولا المنشط واحد البؤس مسكين، واحد الكرافاطة لابس، واحد الكوستيم، واحد البؤس 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 البؤس. نجيو تاني نهضروا على هذا الأنبوب. باين حنا 51% جزائري و 49% اسباني. غادي يقول المهم اننا لن نجدد، واخا هو كيقول دابا ديك اللعيبه ديال مازال ما قررنا، راه 31 اكتوبر راه بقى لها 20 يوم وكيقول لك مازال ما قررنا. وهذا كيبين بان دوله اما كتلعب الشونطاج او دوله ارتجاليه، يعني راه 21 يوم مازال ما اتخذت قرار في انبوب، يعني كيبينك بانك كامل شي جوان صحيح، شي جتلة صحيحة باش تفهموها. باش نفهمو مزيان، الجزائر عندها جوج ديال الأنبوب، الأنابيب، أنبوب دايز من المغرب وأنبوب دايز من البحر الأبيض المتوسط مباشرة لإسبانيا. إسبانيا كانت كتعتمد بواحد الشكل كبير على الغاز الجزائري، من بعد بدات كتعتمد على الغاز ديال مجموعة ديال الدول، وهذا الشيء اللي تسبب أنها خفضت من الواردات ديالها من الغاز الجزائري. يعني اسبانيا ما بقاتش محتاجه جوج ديال الانابيب يعطوها، ولهذا الجزائر اليوم ماشيش ستقرر انها تحيد الغاز، لا يعني غتمنك الغاز الانبوب الغاز المغربي لانه عندها صراع مع المغرب وعقوبه، لانها ما بقاتش عندها، يعني ما بقاتش كتبيع بزاف لاسبانيا، ولات كتبيع غير شويه. والمغرب الحمد لله ما راه دابا الجزائريين باقين، شوف هالكومبليات ديال المذيعين ديالهم ولي كوستيم واللباس ديالهم والحاله ديالهم واللي فوتاي الرئيس وداكشي، طلع بانها باقا دوله قديمه بزاف، باقين عايشين في الستينات كما دابا هو كذكر 63، يعني باقين عايشين في 63. العالم بدا كيفوت البترول والنفط والغاز، ولات الطاقة متجدده، والمغرب من الدول الاولى في العالم في التحول الطاقي. دابا ولات عندنا وزاره خاصه بالتحول الطاقي، الاعتماد على الهيدروجين الاخضر، الاعتماد على الطاقه الشمسيه، الاعتماد على الطاقه الريحيه. اليوم المغرب دار اتفاقيه مع بريطانيا باش يدفي، باش يوصل
7 الملايين ديال البيوت والمنازل البريطانيه بالكهرباء، وتجي انت تقول لينا راه بندير عليكم الغاز وكذا. راه الحمد لله موجود الخير في المغرب، وعندنا الموارد ديالنا اللي كنعتمدوا عليها، وراه ما غاديش المغرب يمكلخ لاننا لا يحكمون الاغبياء، ما غاديش نبقاو اغبياء باش نعتمدوا على واحد الطاقه جايه من واحد البلد عدو ونخلوا المصير ديالنا حنايا بين يدين هذاك العدو. المغرب ماشي غبي لهذا الغباء، وهاد التركيلات اللي كديروا وهاد الشونطاج وهاد الكلام اللي كتقولوا كيبين بانكم يعني دجاجه مذبوحه او ديك مذبوح في لحظاته الاخيره كيتركل وكيضرب هنا وهنا وهنا وهنا. نكمل تبول كمل. ورانا نمونوا به اسبانيا وماناش محتاجين لهم بالقديم، لان ما بقاش ها هو طرف اللي رجع لسميتو هو راه قال لك ما غاديش نحتاج الانبوب القديم. الانبوب القديم هو اللي دايز ما بين المغرب واسبانيا. الحمد لله هذه شابو لك با تبون. حنا تفاهمنا مع الاصدقاء، نعتبرهم دوله صديقه وصديقه قريبه لنا بزاف. لن يكون هناك راس الجزائري في المغرب، مازال ما خديناش قرار. بقات 20 يوم تبون وما خديتي قرار. 20 يوم اللي بقات صاحبي ما بقيتي تاخذي قرار. يا راه قلت لك اما تلعب الشونطاج يا اما ما عند بابك حتى شي استراتيجيه ولا حتى شي تخطيط، وداك الشيء غادي عندك وما شوي. العقد اللي بيناتنا حتى ال 31 اكتوبر، من تما ربي يدير تاويل. في الصحراء الغربيه موجود على مستوى لجنه تصفيه الاستعمار. صحيح، ملف الصحراء موجود على طاولة لجنة تصفية الاستعمار، ولكن شكون اللي دار هذاك الطلب؟ راه المغرب في الستينيات هو اللي دار الطلب ديال تصفية الاستعمار، الاستعمار الاسباني. راه المغرب هو اللي نهار الاول حط لا دوموند ديالو، وما كانش كاع شي حاجة سميتها البوليساريو ولا جمهورية الوهم ولا الجمهورية ديال التخربيق. وفي 1973 في يعني مازال ما تستقلت الصحراء، مازال المغرب ما خدش الصحراء من اسبانيا، لان حنا راه كانوا مستعمرين جوج دول ماشي دوله واحده. جابوا مدين المغرب في اتفاقيه ترسيم الحدود، وناض يعني كان في اجتماع ديال المنظمه الوحده الافريقيه انذاك هنا في الرباط، وقال امام الملا بان الجزائر مع يعني متضامنه مع المغرب من اجل استرجاع اراضيه المحتله. في 73 شنو هما الاراضي اللي كانوا محتله في المغرب؟ هي الصحراء. إذا أقريتم بأن الصحراء مغربية، سير الله. ما باقي دروك هما يتسطروا وراء دولة أخرى اللي عندها حساب مع الجزائر. هي هي معروفة. بغى يقول إسرائيل، أش من حساب عندك مع إسرائيل؟ أش من حساب؟ فين عمرك حاربتي إسرائيل؟ أش مشاكل عندك مع إسرائيل؟ واحد الاكذوبه كتسكتوا بها الشعب وتكرموا بها الشعب. راه حنا نظام ممانع، راه كتعترفوا باسرائيل نتوما، راه معترفين. اعطيني شي، راه كتعترفوا بالدوله بحال الدولتين. ما تبداو تدخوا علينا هنايا. الجزائر من الدول التي تعترف بحال الدولتين، دوله فلسطين ودوله اسرائيل. يعني هل هذا التعيين سيسرع من يعني من ايجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربيه؟ شوف ربي لما ردوا معايا البال مزيان. المذيع قال السيد يعني قال تبون هضروا على التعيين ديال المبعوث الاممي الجديد في منطقه الصحراء ياك، والجزائر ديما كتقول بان احنا ما عندناش علاقه والقضيه الصحراء هي على رفوف الامم المتحده، وحنا ما عندناش علاقه والعلاقه هي ما بين المغرب والبوليزاريو ياك. سمعتي مزيان شنو تبون اش غادي يقول؟ واحد زله لسان خطيره. هادي مستورة، حنا أول ما نطقوا باسمو هادي راه عندها شهور، حنا رحبنا به، كانوا رافضينه هما راهم قبلوه. شكون أنت تترحب؟ من تكون لترحب؟ ياك أنت ماشي سوقك، ياك المشكل بين المغرب والبوليزاريو، أنت شكون اللي كترحب ولا ترفض؟ يؤكد الكلام ديال الامين العام للامم المتحده اللي دار التقرير غير هاد الايام وقال بان الجزائر ضليعه في القضيه وعارفه شنو كدير، يعني الدوله خدامه في هاد المشاكل ديال الصحراء للاسف الشديد. المهم رجعوا نتوما الحوار كامل، درت مونتاج خفيف
تكلمنا ردينا على المغالطات ديال هذا السيت بون اللي عنده صراع مع فرنسا والصداعات ديالو مع فرنسا خلاهم ابار وبدا تابع ليا غير المغرب 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 المغرب. الله يخليكم دائما اغبياء لانكم الا مشيتوا تدرت عقلكم غادي تحل المشكل ولا تحل المشكل. حنا كيوتيوبرز وكنقدمي برامج ما غادي يبقى لينا ما نقولوا. شادين بكم ستون فرحانين بهذا الغباء ديالكم جعلها الله في ميزان حسناتكم ودمتم بخير. ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش هذا الفيديو اخوتي المغاربه غادي تعرض كما تعرض واحد الفيديو اخر بزاف ديال 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 لي سينيال من الاخوه الجزائريين ولكن بالدعم ديالكم نتوما بلي جيم بلي بارطاج بتفعيل الجرس بلي زابوني ولا ما عرف داكشي كامل غادي يستمر ان شاء الله. شكرا على المتابعه ديالكم وفي انتصار جديد للدبلوماسيه المغربيه ولا عزاء للحاقدين. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.